النشرة المسائية المفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. ليبيا في الواجهة وجيش حفتر بلغ حدود العاصمة، والأمم المتحدة ومعها واشنطن تدعو إلى وقف العنف وإطلاق يد المبعوث غسان سلامي نحو الحل السياسي. وفي اليمن الحديدة عادت بين نيران قوات التحالف وبين قوات الحوثيين. وفي الجزائر الشعب ما زال في الشارع وهو يطلب إبعاد المسؤولين الفاسدين بعد بوتفليقة والجيش يراقب. أما في السودان ألوف من المحتجين اعتصموا أمام مقر الجيش السوداني مطالبين بترحل بشير. وفي طهران رئيس الوزراء العراقي يشرح جدول الانفتاح على الرياض التي خصصت مليارات الدولارات للعراق من خلال زيارة الوفد السعودي الكبير لبغداد. وفي الدوحة أكبر مؤتمر برلماني دولي يجمع 2200 شخصية وتغيب عنه دول المقاطعة لقطر. وفي الدوحة أيضا يشارك الرئيس نبيه بري في هذا المؤتمر ويجري على هامشه مشاورات مع رؤساء الوفود حول لبنان والمنطقة، وكان قد التقى أمير قطر. محليا ليلة المتاحف اللبنانية والدخول المجاني للمواطنين، إضاءة على الموضوع مباشرة من المتحف الوطني مع الزميل وسيم عرابي. وسيم، كيف تصف لنا باختصار هذه المبادرة وهل من إقبال لدى المواطنين؟ نعم توني، بداية مساء الخير لك ولريمان. بداية الأجواء جدا رائعة في محيط المتحف، أمام المتحف وأمام أيضا النصب التاريخي هنا في منطقة المتحف. الأمور أشبه بمهرجان فعلا، الإقبال كثيف جدا. هذه المناسبة التي تقوم بها وزارة السقافة وهي للمرة السادسة على التوالي لإفساح المجال أمام المواطنين للاطلاع والتعرف على الحضارات التي مرت على لبنان ضمن بوتقته أو ضمن منطقته الجغرافية. سأترك الحديث يعني للمستشارة وزير الثقافة لين طحين للحديث أكثر عن هذا الموضوع. يعطيك العافية. اليوم عم نشوف إقبال كتير كبير على هذا المتحف الوطني في لبنان للإطلاع على الحضارات الكتير. خبرينا عن هالإيفنت، شو تفاصيله؟ أول شيء لهلأ بس لأعطي أرقام، صار فايت على المتحف الوطني أكثر من 9000 شخص وعم بيزيد العدد، وهذا العدد ليفرجي قد ايه اللبنانيين حابين انه يشاركوا بهالمناسبه، عم زاد عن السنه الماضيه بنفس الترم. اللي بدي اقوله انه في 14 متحف عم بيشاركوا اليوم بهيدا النشاط، فاتحين ابوابهم مجانا من الساعه 5 للساعه 11 بجميع المناطق اللبنانيه. نحن هلا موجودين امام المتحف الوطني، بعد شوي يعني على الساعه 8 في عرض تراثي الابعاد او 3D mapping كل ثلث ساعة للعالم اللي بيحبوا يشاركونا بهيدي المناسبة. بدي كمان أشكر جميع المتاحف اللي عم بتشارك، اللي الأشخاص اللي بيعرفوا المتحف الوطني فيهم يزوروا غير متاحف اليوم عشية، فيهم يروحوا على متحف الميميا اللي بوجه المتحف الوطني، فيهم يروحوا على متحف سرسو، عم بحكي عن منطقة بيروت، متحف فيلا عودي، متحف مصر في لبنان، متحف الأيوبي الجامعة الأمريكانية، متحف ما قبل التاريخ الموجود داخل حرم الجامعة اليسوعية. هيدي بالنسبة لمنطقة بيروت. بالنسبة للعالم اللي موجودة بالمناطق، إذا أنتم موجودين بصيدا، صيدا عم تشارك من خلال ليلة تراثية وين كل المتاحف، متاحف المدينة وقصور المدينة فتحت ابوابها اليوم عشية. وبالمنطقة الشمالية كمان في بجبال وبأنطلياس وبالبلمند متاحف فاتحة ابوابها، عندكم للساعة 11 لتشاركوا بهيدا الايفنت. يعني فعليا بعد في تقريبا شو 4 ساعات حتى الناس تجي على المتاحف وتطلع على الحضارات الموجودة بلبنان. بدي اتشكرك على هذه المعلومات. إذا الشو البروجكشن راح يصير على الساعة تقريبا 8 إلى 5. الساعة 8 كل ثلث ساعة، يعني يلي ما لحق على الساعة 8 بيضلوا يلحق لأنه كل ثلث ساعة في شارك. وبدي أقول شغلة، ما نكون مضطرين تزوروا كل المتاحف، فيكم تنقوا متحف متحفين، يعني أنه الهدف هو أنه تفتخروا بسقافة بلدكم. شكرا لك لين طحين مستشارة وزير السقافة على هذه المعلومات. أيضا خلوني توني أخذ زميلتنا، يعني صادفنا وجودها أيضا هون بالمتحف اللي طلعت على الآثار الموجودة بالزهر. يعطيك العافية. Thank you. اليوم انتظرت المتحف. واو، مبادرة كتير كتير حلوة من هن المنظمين، أكيد وزارة السقافة وزارة السياحة، وأكيد الواحد لازم يجي يستفيد. وهلأ مكملين بعض على متاحف تانية، فرصة كتير حلوة في مثل ما شفنا إشي عم بيضيفونا إياها كمان، ومي وكتير استقبال حلو. نسي. وبرافو للتلفزيون لبنان أكيد يلي عم بيواكب. لكن هو فعلا مهرجان زهر، برافو مهرجان فرح
ووطني، واكيد الناس كلها مبسوطه، هي اهم شيء كمان. شكرا شكرا لك. ثانك يو. يعطيك كمان ايضا بدي اخذ بعد مواطنه حضرتك شفت المتحف، شفت الحضارات اللي موجوده فيه من يونانيه بيزنطيه فينيقيه ورومانيه، خبرينا شو شفتي؟ صراحة ياسمي شدياء من درون حريصة، بنتشكر رئيس بلدية درون حريصة رئيس نزار اللي سمح لنا أنه نجي ونشوف كل التراث لبنان وتاريخ لبنان. يعني أنا صراحة ده عمري لأول مرة بعرف أنه لبنان ده شو مهم وإله تراث، تراث وتاريخ كتير مهم، بتمنى الكل يجي يشوفه. شكرا لك. مرسي. إذن هذه هي الأجواء طوني، على الساعة 8 رح يكون في عرض مثل ما قلت لين كل تلت ساعة للناس تشاهد كل هذه الحقبات التي مرت على لبنان بظرف بوقت أو بدقائق كتير قليلة. هذا كل شيء طوني من أمام المتحف. شكرا لك وسيم، حدثنا مباشرة من المتحف الوطني. مشروع سد بصري رهن الدراسات المتناقضة بين من يحذر من خطر الفالقين الزلزلين ومن يفند فوائده في إيصال المياه إلى بيروت. انطلاقا من هذه المشهدية التي طبعت في ذاكرة أهل بصري والشوف وجزين، يتخوف أهالي المنطقة من تكرار هذه الكارثة مع إنشاء سد بصري لوقوعه على ملتقى فالقين زلزاليين. إذا بيشربوا من أولادهم قدامي من ماية الليطان مكررة أنا ما عادش عندي مشكل. يطلعوا شو إجا بباريس اثنين، شو هو الحل للمياه بباريس اثنين. السد يشكل جزءا من مشروع جر مياه الأولي والليطاني إلى بيروت الكبرى بقرض من البنك الدولي عبر تجميع مياه القرعون وبصري في بحيرة جون لتجار بعدها مسافة 70 كيلومتر إلى بيروت بتكلفة مليار دولار تقريبا. هذا المشروع انقسمت الآراء حوله بين مؤيد ومعارض. المعارضون الذين يتخوفون من احتمال حدوث زلزال مدمر يشيرون إلى قطع نحو 800 ألف شجرة وتخريب مواقع تاريخية وأثرية. والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني أكدت أن مياه القرعون غير صالحة حتى للري. بقى عم نحكي عن منطقة زلزالية صار فيها زلزال، عم نجي نعمل سد وبالتالي بحيرة. هالمي بهالبحيرة إلى وزن، وتحت ضغط وزنها راح تتسرب على جاف الأرض. كل فترة الأرض بتتحرك، الفريكشن بتعمل ارتجاجات وبتولد زلزال. إذا جينا نحنا حطينا مي وستريسز، أو غيرنا إذا بدك الستريسز يلي عم بيخلوا هالبلوكات يمرقوا من حد يزيحوا من حد بعضهم، التغيرات بتصير لأنه المي بدأ تنزل على هيدا الشيء. وقت ما المي تنزل نحن كأنه عم نزيت الشيء، كأنه عم نسهل له حركته، والنتيجة رح بتكون تحرك الفالق الصغير، وبالتالي بده يتحرك الفالق الكبير لأنهم موصولين ببعضهم. وكان لخبيرة المياه في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمال طالبي مداخلة من واشنطن عبر تلفزيون لبنان. أكد الخبراء المستقلين أن السد بصري هو سد آمن مصمم لمقاومة أقوى الزلازل ولن يسبب بحد ذاته بزلزال. مياه سد بصري ستعالج في محطة تكرير متطورة في الوردانية، وسيتم مراقبة نوعية المياه بانتظام وبشكل دائم. سيتم مسح المواقع الأثرية بإشراف المديرية العامة للآثار في لبنان. ولمجلس الإنماء والأعمار رأي مماثل. تخيل أنت هلأ بالأرقام عم بعطيك، بحيرة علوها 60 متر وفالق موجود تحت الأرض على غمق 15 كيلومتر على 20 كيلومتر. هالستين متر قديش هني عندهم تأثير، يعني مثل كأنك عم تحط أشي على حمل كبير. لكن أول نقطة نحن عم نقولها أنه هيدا المي هون بتنخلط، نحن عنا مي نظيفة عم نجيبها من بصري، عم ناخد عليها مية الليطاني. من هلأ لخمس سنين ليخلص مشروع سد بصري شغل جبار لا تنظيف حوض الليطاني.
واقتراح حل إنقاذي لمتخصص بالتطور العمراني مازن البعيني. استملاك صار، خلينا نحن كلبنانيين اليوم تدينا 300 مليون دولار لهيدا، خلينا نحط 900 مليون دولار على جانب، نوقف هون نرجع نعمل دراسات جديدة، نعمل مشروع بمدينة بيئية متكاملة حضارية إيكولوجية، فيها سكن فيها زراعات، يروحوا يعملوا أبار، يعملوا تحلية مياه بالبحر بالمنطق، عم تجر مياه من الأرعون ومن بسري على 70 كيلومتر على بيروت، وعندك جعيدة هون منزوعة فيها الشبكة وعم تروح ماء وهي بتسقي بيروت، ما بتعملها بتكلفة 50 مليون دولار، لا في شيء مش مزبوط، أو 100 مليون دولار ما بعرف الرقم. من المؤكد أن تأمين المياه إلى بيروت حاجة ملحة، ولكن وجود احتمال 1% في حصول زلزال مدمر يستدعي المزيد من الدراسات العلمية، فهل من يتحمل المسؤولية؟ في الدوحة الرئيس بري التقى أمير قطر ويلقي بعد قليل كلمة لبنان في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي. الرئيس بري شدد على اعتبار القضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني والجولان المحتل محور المؤتمر. في إطار جولته العربية وبعد اللقاءات السياسية والروحية التي عقدها في العراق، رئيس مجلس النواب نبيه بري يشارك في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في الدوحة. وكان الرئيس بري قد شارك والوفد المرافق في أعمال اجتماع المجموعة البرلمانية العربية بعد ظهر الجمعة تمهيدا للمؤتمر، وجرت مناقشة العمل من أجل توفير الدعم للمقترح العربي المقدم كبند طارئ للمؤتمر، والذي قدمته الكويت لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفض الاعتراف بضم الجولان لإسرائيل، مع الإشارة إلى تقديم المغرب اقتراح مماثل يرمي إلى ضمان آلية لحماية دولية للشعب الفلسطيني. الرئيس بري أكد على توحيد الاقتراحات العربية في اقتراح واحد والتركيز على حماية الشعب الفلسطيني وعلى الجولان. أنا أؤيد الموضوع الذي يتعلق بضم الاقتراحات وتركيز على الشعب الفلسطيني وليس على حقوق الشعب الفلسطيني، على الشعب الفلسطيني وعلى الجولان، وبالإضافة للشيء الذي يتعلق باقتراح المغرب العربي، وأصر على الشيء الذي تقدم كمذكرة من المجالس التشريعية لدول الخليج العربية، لعله بصراحة نقول يعطي العذر لبعض الغياب الذي قد يكون مشروعا لا أدري، وقد يكون كذلك. وأنا عدة مرات قلت وأكرر القول أن للحكومات ضرورات غير المجالس النيابية، المفروض كمجالس نيابية أن نكون على غرار المؤتمر الذي عقد في الأردن، ولا يجوز التفرقة والتنابذ بهذا الموضوع. على كل، نعتبر هذا المقترح الذي تقدم فيه الزميل مرزوق الغانم من كل دول الخليج، ونعطفه على بقية الأمور لنضع صياغة معينة ونهيئ أنفسنا لتدوير هذا الأمر عبر بقية المجالس الأوروبية وغيرها، لعل وعسى ننجح في هذا الاقتراح. وبعد مداخلات عدد من رؤساء وممثلي المجالس، أقر المجتمعون توحيد الاقتراحين الكويتي والمغربي والاقتراحين التركي والأندونيسي في اقتراح واحد ينص على حماية الشعب الفلسطيني ورفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.
أبدى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تفاؤله بالمرحلة المقبلة على لبنان، متوقعا أن يشهد البلد نموا وانتعاشا ولا سيما على الصعيد السياحي بعدما رفعت المملكة العربية السعودية الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، آملا أن تحذو العديد من الدول الخليجية الأخرى حذوها في المستقبل القريب. كلام الرئيس الحريري جاء خلال استقباله عصر اليوم في بيت الوسط وفدا من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة الوزير السابق عمر مسقاوي. وتحدث الرئيس الحريري أمام الوفد فأعلن أن الموازنة التي سيقرها مجلس الوزراء قريبا ستكون تقشفية بعدما وصلنا إلى وضع اقتصادي واجتماعي صعب، مؤكدا أن حكومة إلى العمل ستنكب على العمل من أجل النهوض بالاقتصاد ككل، وأولى الخطوات الإصلاحية التي ستتخذها ستكون وقف الهدر الذي ينخر بجسد الاقتصاد الوطني. الوزير باسيل يؤكد بعد جولته البيروتية أن العرقلة السياسية هي من أوقفت المحطات الكهربائية ومعامل النفايات والمطامر. خلال جولة على دائرتي بيروت الأولى والثانية، رد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل على كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي كان قد سأل من عرقل خطة الكهرباء، فقال باسيل: كأن من منع تحقيق الخطة لم يكن بسبب العرقلة السياسية. تسأل الناس ألوان العرقلة، إنه هو ملف الكهرباء والمحطات من عمله هيك من الروح القدس وقفه مش من العرقلة السياسية، وهنو لليوم ما في عنا معامل نفايات تركبت ومطامر مش كمان من العرقلة السياسية، كمان نزل عليهم شي روح معين، نتخبى وراء اصبعنا من حقيقة انه تعرقل البلد وتعرقل الشغل لانه في ناس عم تمنع عنا هيدا الانماء الطبيعي والبديهي. متأمل انه ببيروت يكون في هيدا الشغل يلي بيجمعنا اكتر مع بعضنا البعض، بيوحدنا اكتر وبيخلينا نكون حقيقة عم نتشارك الحلوة والمرة. باسيل وخلال افتتاح مكتب هيئة قضاء بيروت الثانية وافتتاح قاعة في مكتب هيئة قضاء بيروت الأولى، شرح أن الخوف الحقيقي في موضوع النازحين هو التوطين وتهجير السكان الأصليين، مشيرا إلى أن ازدياد البطالة وتراجع الاقتصاد هو بسبب بعض المسؤولين الذين يمارسون صلاحياتهم للضغط بهدف تثبيت النزوح. وشدد باسيل على أن لتكتل لبنان القوي 5 نواب من بيروت ما يرتب مسؤولية لمتابعة قضايا المنطقة، مشيرا إلى أن الطرقات والمياه يجب أن تكون من البديهيات في بيروت ويجب أن نفكر بسكك الحديد وبالمترو والترامواي، موضحا أن مياه سدي جنة وبسري مخصصة لبيروت والسدود ليست مناطقية بل للبنان ككل. المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عقد جلسته برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف داريان وتم البحث في الشؤون الإسلامية والوطنية. وفي بيان له أكد المجلس الشرعي أن ذكرى الحرب الأهلية اللبنانية في 13 من نيسان لن تتكرر لوعي وحكمة اللبنانيين الذين عانوا الحروب العبثية، مطالبا المسؤولين بالقيام بما يجب عمله بمحاسبة ومعاقبة كل فاسد ومفسد. وشدد على حرصه على مؤسسات الدولة مطالبا بالبت بملف العفو الشامل عن الموقوفين الإسلاميين. في مجال آخر، طلب المجلس الشرعي المجتمع الدولي بمساعدة لبنان في استرجاع مزارع وتلال كفر شوبة وبلدة الغجر. المجلس الشرعي المجتمع الدولي بمساندة لبنان باسترجاع الجزء اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعة وتلال كفر شوبة وبلدة الغجر من قبل الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين والأراضي المجاورة لها، ولا سيما منها هضبة الجولان العربية السورية. ونبه المجلس الشرعي المسلمين والعرب والمجتمع الدولي إلى ضرورة وضع حد للعدوان الصهيوني المستمر على القدس ومحاصرة الأقصى والانتهاكات المستمرة للحرم القدسي. شدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ولي جنبلاط خلال استقباله وفدا شعبيا كبيرا من عائلات المختارة لشكره على ثقته باللواء الركن أمين العرم الذي عين رئيسا للأركان على أن تكون وحدة الأمرة الأمنية والدفاعية في مواجهة الأعداء للجيش اللبناني فقط. اللواء العرم من جهته شكر كل من وضعوا ثقتهم به خصوصا المؤسسة العسكرية. وصل اليوم شاب غيرة الشباب المختارة والوطن إلى هذا المركز أما في المستوى.
أتمنى إليك، أتمنى لك حضرتك كل التوفيق. لم أختار في حياتي خاصة في هذا المنصب إلا الكفاءة والأبدانية، وهذا معروف من أيام رؤساء الأركان السابقين. وأتمنى أن نصل في يوم ما إلى أن تكون وحدة الأمرة الأمنية والدفاعية والسياسة لمواجهة الأعداء لأمرة الجيش والجيش فقط. اللواء عثمان يؤكد أن مؤسسة قوى الأمن الداخلي تمارس دورها بحسب النص القانوني المعطى لها ولا تتجاوزه، مشددا على أن المؤسسة على مسافة واحدة من الجميع. شدد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على أن قوى الأمن الداخلي كانت ولا زالت وستبقى دائما على مسافة واحدة من الجميع. وقال في حفل تدشين مبنيين في معهد عرمون لأمانة سر الفرق الرياضية في قوى الأمن إن المؤسسة وضعت في أولوياتها استئصال الفساد والمفسدين عبر كشفهم وإحالتهم على القضاء العادل والنزيه. الكل بيعرف أن قوى الأمن الداخلي كانت أول من بدأت بمحاربة الفساد داخل المؤسسة، حتى ما حدا يقلنا يوم الأيام بدكم الإزاز. نحن عم نحارب الفساد داخل المؤسسة حتى نتعاون نحن والجميع على محاربة الفساد. كل التحقيقات التي نجريها نحن تندرج ضمن إطار القانوني الجدي الدقيق، يعني ما منقوم بتحقيق من تلقاء النفس، هناك دائما إشارة قضائية. وأضاف اللواء عثمان أن المؤسسة تمارس دورها بحسب النص القانوني المعطى لها ولا تتجاوزه، أما محاسبة القضاة فهو أمر يعود إلى المرجع المختص. من جهته قال رئيس اتحاد المصارف العربية جوزيف طرباي إن ما نقوم به اليوم يندرج ضمن واجبنا وواجب القطاع المصرفي برعاية ودعم وإنهاض كل قوى المجتمع المحلية وفي مقدمها القوى الأمنية لتؤمن الاستقرار والأمن لكل المقيمين على أرض لبنان. إطلاق مشروك النقل المشترك النموذجي في قضاء جبيل بكلفة تتراوح بين 6.5 مليون دولار إلى 8 مليون دولار. كل قضاء جبيل ومثل ما حكى الأستاذ زياد بكل ضيعته بعيشها المشترك، يعني من علمات لكل المناطق رح تكون مشمولة بهذا الخط بتكلف 8 مليون دولار. هيدي جبيل. إذا مشروع تاني من اتحاد البلديات بكسروان نعتبره أكبر من جبال كقضاء افترضنا بده كمية أكثر وصلنا لل 10-12 مليون، هذا الكلام لألك شوي، والحد منه بالمتن نفس الشيء 10 مليون. بنعمل خطة نقل بلبنان بهذه المناطق ب 25 مليون دولار، بقض جزء بسيط ما بيساوي 0.5% من الأموال اللي جاية من سادر لما بيكون في نية أنه نعمل خطة نقل بلبنان. واليوم سيستفيد هذا المشروع النموذجي للنقل العام مما أنجزه فخامته، وستسلك الباصات الطرقات التي كان له الفضل الأكبر بإنجازها. وزير الصحة يجول في حصبية ورشية ويؤكد أن التقشف لا يجب أن يؤثر على حياة المواطن، مؤكدا إصراره على رفع السقوف المالية للمستشفيات. استكمالا لجولته الصحية جال وزير الصحة جميل جبق في حصبية ورشية متفقدا مستشفيات المنطقة. ومن منزل النائب أنور الخليل أعلن جبق إصراره على العمل لرفع السقوف المالية لكل المستشفيات الحكومية، مشيرا إلى أنه تم تجاوز السقف المالي للمستشفيات بحدود 60 مليار ليرة العام الماضي، ومجموع ما جرى تخطيه من الأدوية المزمنة والاستشفاء تجاوزت 135 مليار ليرة. التقشف لازم يكون بأمور ما تأثر على حياة المواطن وعلى كرامته. نحن اليوم القطاع الصحي هو من أولوياتنا بالدولة اللبنانية. لما بدولة مثل لبنان في عنا 1,800,000 مواطن ما بيشملهم ضمان الصحي، غايتي اليوم أنا بهالمشروع اللي عم بقوم فيه إن غطي حاجات الشعب اللبناني كله، ومني طالب كتير بوزارتي، اللي طالبه قام بعمله هو الترشيد الصرف المالي بقال الوزارة. النائب أنور الخليل دعا من جهته إلى اتباع سياسات التقشف في الوزارات ووضع موازنة متوازنة. ومن مستشفى حصبية الذي وصفه بالمتهالك أعلن الوزير شبق تعيين الدكتورة ندى حمد لإمضاء البطاقات الاستشفائية في المنطقة بدل الذهاب إلى منطقة أخرى.
وإلى مستشفى رشية انتقل الوزير جبق مؤكدا العمل على رفع السقوف المالية للمستشفيات. النائب وائل أبو فاعور الذي كان في استقباله أكد أن منطقة رشية تحولت إلى منطقة نموذجية بفضل جهود النائب السابق وليد جملاط، فيما أكد النائب رئيس مجلس النواب علي الفرزلي التعاون بين الجميع لما فيه مصلحة لبنان. أخبار محلية متفارقة في هذا الشريط. جال وزير الثقافة محمد داوود في صيدا القديمة ضمن فعاليات ليلة المتاحف برفقة النائبة بهية الحريري، حيث أكد أن ليلة المتاحف فرصة يرى جميع اللبنانيين الإرث الثقافي والفكري الموجود في هذه الصروح. واصل وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني جولته في عكار، حيث أكد أنه آن الأوان لتعويض عكار الحرمان ولإطلاق مشاريع تخلق نموا اقتصاديا وفرص عمل للشباب. أقامت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب فيوليت الصفدي مأدبة غداء على شرف المرشحة ديما جمالي. الصفدي دعت الجميع إلى ممارسة حقه الديمقراطي بالاقتراع، أما جمالي فأكدت أن طرابلس أولويتها. طالب تكتل النواب على باك الهرمل بعد اجتماعه الدوري بضرورة الإسراع بإقرار الموازنة العامة ومتابعة موضوع الفساد وخطط الكهرباء وتنفيذ برامج الصرف الصحي. وطالب التكتل وزيرة الطاقة بضرورة الاهتمام بمياه الشفاء والصرف الصحي في بعلبك. أقامت منظمة شيلد الإنسانية طاولة مستديرة بعنوان اللاجئون على الأراضي اللبنانية بين التشريع والواقع، تحدث فيها ممثلون عن وزارتي الداخلية والعمل وجهازي الأمن العام والأمن الداخلي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، وتم التركيز على أوضاع اللاجئين أمام القضاء الجزائي على الأراضي اللبنانية في ظل التشريعات اللبنانية والدولية. نفذ عمال بلدية الغازي الجنوبية اعتصاما أمام مبنى البلدية ناشدوا خلاله الرؤساء الثلاثة للنظر في معاناتهم المستمرة بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم منذ تشرين الثاني الماضي. للسنة الرابعة على التوالي أعلنت رئيسة جمعية طرابلس حياة سليمة ريفي عن موعد انطلاق مهرجانات طرابلس الدولية في 20 حزيران المقبل، وسيحيي كل من الموسيقار جيمانوكيا والفنانين جوزيف عطية وائل كفوري وملحم زين المهرجان. نعود وننتقل مجددا إلى المتحف الوطني لمتابعة بعض العرض الذي يحصل في هذه الأثناء على درج المتحف الوطني لمناسبة ليلة المتاحف التي تقام اليوم. ويهدف هذا العرض إلى إظهار الحضارة والحضارات التي مرت على لبنان والإرث الثقافي والحضاري لهذا البلد. أهلا بكم من جديد. الجيش الليبي يسيطر على مطار طرابلس بشكل كامل، والأمم المتحدة والقوى الكبرى تدعو لوقف القتال فورا في ليبيا، ومجموعة الدول السبع تحث حفتر على وقف الزحف نحو طرابلس. بعد المعارك العنيفة في العاصمة الليبية التي دارت بين ائتلاف المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الوطني وقوات المشير خليفة حفتر، أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر المنطقة الغربية من البلاد منطقة عمليات عسكرية يحظر الطيران فيها، وهدد الجيش الليبي بضرب أي مطار تقلع منه الطائرات بعدما سيطر على مطار طرابلس بشكل كامل ودخل أحد أكبر أحياء العاصمة طرابلس. وفي الوقت الذي دعا فيه مجلس الأمن ومجموعة الدول السبع إلى وقف القتال فورا في ليبيا، أعلن وزير خارجية ألمانيا أن هذه الدول اتفقت على استخدام الوسائل المتوفرة لممارسة ضغوط على المسؤولين عن التصعيد العسكري في ليبيا وخاصة ضد المشير خليفة حفتر، فيما أمل وزير خارجية إيطاليا في أن يأخذ حفتر تحذيرات المجتمع الدولي بالاعتبار. أما وزير خارجية فرنسا فاعتبر أنه يتعين على حفتر دعم المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في ليبيا، في وقت وصف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامه الوضع الميداني في البلاد بالخطير قائلا إنه يعمل على مدار الساعة لتجنب المواجهة العسكرية، مؤكدا عزمه على عقد المؤتمر الوطني في موعده رغم القتال الجاري في البلاد.
خرج مئات الآلاف من المحتجين يحملون لافتات ويدعون لتغيير جذري إلى شوارع الجزائر العاصمة للأسبوع السابع على التوالي، في حين أفادت تقارير بإقالة مدير المخابرات في علامة أخرى على حدة الاضطرابات عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. سار آلاف المتظاهرين باتجاه مقر إقامة الرئيس السوداني عمر البشير ووزارة الدفاع في وسط العاصمة خرطوم في إطار احتجاجات مناهضة للحكومة بدأت في كانون الأول. وأشار الشهود إلى أن قوات الأمن تستخدم الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين اقتربوا من المجمع من ثلاثة اتجاهات. واصلت حركة السترات الصفراء احتجاجها للأسبوع 21 على التوالي، فيما استعدت الشرطة الفرنسية للاحتجاجات في شارع شانزليزيه بالعاصمة باريس. وكان وزير الداخلية كريستوف كاستانير أعلن خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع دول مجموعة السبع أن السلطات ستواصل تكثيف الوجود الأمني لمواجهة أي أحداث عنف. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.